مساء الخير مشاهدينا. هذه الجغرافيا مختلفة وحتى التضاريس، وليس غريبا على هذا الفضاء أن يكون هي البوابة إلى السماء، إنها فلسطين. إذا نتحدث عن السر الإلهي في هذه الأرض المباركة، لذلك نعود ونؤكد ونقول كما تعودنا من نعومة أطفالنا بأن فلسطين داري ودرب انتصاري. الحقيقة زي ما قالت لانا، الرحلة بدأت من رام الله، يعني هذه الحلقات الخاصة ببيت للكل، وفي الطريق ساعتين إلى محافظة الخليل، وأنا أرقب من هنا وهناك الطريق. طريق ليس سهلا، طريق به حواجز، به معابر، ولكن الروح الفلسطينية يعني تجعلك تسير بسرعة شديدة حتى تدخل إلى الخليل. وعرفت بأنه الموقع بالقرب من المسجد الإبراهيمي. طبعا يعني بالنسبة لي كمصرية ويعني احتراما وتقديسا لهذا المسجد، هناك كده روح جميلة بأنك ستكون بالقرب من المسجد حيث الصلوات والدعوات. ولكن فوجئت بأن علينا أن نصعد من خلال إحدى المنازل اللي موجودة أمام المسجد الإبراهيمي، وهو منزل لعائلة فلسطينية جميلة بها من الشهداء وبها من التضحيات، وقرروا أن يكملوا رحلة الصبر. وافقوا لفريق البرنامج أن يصعد إلى السطح ويكون هو هذا مسرح البرنامج. في الخلفية هناك الغطرسة الإسرائيلية التي تحوم وموجودة مع بجانب المسجد الإبراهيمي، وهناك المسجد والمأذنة الجميلة التي تعلو فوق كل شيء. إذن إنها حلقة جديدة من حلقات بيت للكل، نتحدث فيها عن الصبر والحياة والأمل والعمل في محافظة الخليل. على هذا الثرى المقدس خطى الأقدمون أنبياء وصالحون، فكانت السيرة التي أصلت لهذه الملحمة الممتدة عبر المدى، عبر الزمن. أنا أود أن أرحب بداية بزميلتي لانا وشافكي في هذه الحلقة من هنا من فلسطين، وقد أسهبت في الشرح، لكن الشرح لا يفي المكان حقه بصراحة، لا قدسي ولا بهاء ولا متن ولا معنى ولا قيمة ولا شيء. نحن بجوار المسجد، المسجد الإبراهيمي الشريف هنا في مدينة الخليل. نحن في مدينة الخليل، في مدينة أبو الأنبياء، أبونا جميعا إبراهيم عليه السلام. بالضرورة سيكون لنا المتسع الكثير في هذه الحلقة لنتحدث عن مدينة الخليل، عن المعنى والقيمة والتاريخ، عن المسجد، عن شارع الشهداء، عن كل ما مكونات هذه المدينة المغرقة بالرمزية. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت للكل.